السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. قبل ما نبدا نقول لكم صحه عيدكم والعقوبه لكل عام ان شاء الله بربي، وعيد مبارك للامه المسلمه. وفانيك ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجوا لنا لي فيديو تاعنا. المهم شو كاين واحد الرساله صغيره بالي اش عمل واحد قال لي شوبير هذا عيد ومنه وكيف وجهك يا جماعه. انا 2009 والله لا حكيت لكم، انا 2009 عبد القادر خويا شهيد واجب الوطني، تفنى نهار العيد الصغير عيد الفطر، ناس معايده وحنا نبكو. واحد الحيه في قلبي اللي بالك ما غاديش تروح تنموت، كاينه واحد الحيه في قلبي ما غاديش تروح تنموت. منها ما عيطتش انا وليداتي ولا من ذي صغار ما نحرموهمش، صح انا ولا اخوتي ولا الله غالب، الله غالب، كاين حاجه في راسي ما عنديش ندير من 2009. المهم نعاودو نولو، هذه هي قصه لي من الاخر سيدا عندي 3 ايام ولا 4 ايام ولا 5 ايام ولا باش نحسن مزيان. وين نتكلمو، وين نتكلمو على موعد التحاق أوليس بتربص المنتخب الوطني الجزائري. هذا الموهبه، هذا اللعاب، هذا اللعاب يعني وين عنده شأن كبير إن شاء الله بربي، خاطر كاين بزاف. حنا راه عندي لهنا راني داس لك مسيلمة كذاب، راني داس لك واحد المقطع تاعك صغير، راه عند عمر المقطع تاعك. قلت لعمر خليه عندك نهار اللي يبغي الآخر نديروه له نقول له هو لا جا، خاطر علاه هذا مسيلمة كذاب كاتب لكم قال لكم أقسم لكم بالله العلي العظيم ما يزيد يجيكم لعاب. مع اللي زعما تاكد بلي هذاك المدرب راح وعدلي قال لهم لا عجبتهم خرجوا منه، وقال لك ومن بعد يجي لك نتايا ما تتمناش اللعابه يجوا المنتخب الوطني، تسمى المنتخب الوطني اللي ينهزم ومن بعد يخرج يقول لك هاك لا انا نبغي بلادي تربح. لا يا واد الخبيث، انت خبيث، انت مخنس حلوف مخنز كاع صوالح فيك وخباثه، كي انت كذاك بوكلبه كي كلابكم كاع خباثه. هذه هي وين حسب يعني بعض المصادر هذا موعد التحاق أوليس بتربص المنتخب الوطني الجزائري. وتنقلت وسائل الإعلام الجزائرية مؤخرا أخبار عن احتمال انضمام النجم نادي كريستال بالاس الإنجليزي مايكل أوليس إلى صفوف المنتخب الوطني الجزائري خلال شهر جوان المقبل. كاين بزاف اللي قال لك او راه يجيبوا لنا لعابه اسماوات تاع كور يا ودي، نتوما ديلور ديلور ما اعلن الاسلام تاعو، قاعدين تكذبوا نعقل عليهم. ديلور يسمي اسم يبدل اسمه، داره سمى على سيدنا علي ودار ولده ابراهيم ومنه ومرته خديجه، وراح نهضر مع باباه في المكسيك قالوا لازم تسمي روحك ابي طالب. هو الكواب الكذب تاعكم اوكس دا بدل اسمه اوكس دا فاني بركا، انتوما لكم ذره ولي تادي اتيب تشيك تونغ فيه ريحه تاع الجزائر جيبه تشيك تونغ يا ودي، وي ما تجيب احنا نحوسوا الاعلام تاع الجزائر يطلع، خاطر غادي مين يقول لك ما يقولكش فلان وفلان وفلان وفلان، لا يديروا الدرابو تاع الجزائر ويكتبوا لالجيري على مكان. توانسه جاوها 2004 سانتوس جابها لهم، سانتوس كاين واحد جوج لعابه بريزيليا وقيله ولا ثلاثه لعبوا في ذاك النهائي، ما يقولكش سانتوس يقول لك مين يديروا الارقام يقول لك تونس تحصلت على كاس افريقيا على مكان متالي كاع. وليتالي وي ما تجيب الانصار الحقيقيين تاع المنتخب الوطني الجزائري وي ما تجيب اللعابه، راه يهضر واحد معاك عينه من الانصار تاع المنتخب الوطني الحقيقيين، ماشي الهيشر ماشي لي يفرحوا لفوز من اجل مدرب، لا انا نفرح فوز من اجل الجزائر، وعندما تنهزم الجزائر تغيظني نقول الجزائر، ما نفرحش وما نقولش باللي مؤامره، ما تعلمناش ما علموناش مؤامره كولاس الفار التيرة الحمر ما علموها الناس هذه تربح هيا ليكيد. واشار التقرير الى ان المدرب الوطني السيد الحاج فلاديمير سيضع أوليس ضمن مخطط يعني محطه جولته الاوروبيه لمتابعه اللاعبين عن قرب.
وكشفت المصادر خاصة يعني مصادر موثوقة أن أوليز لن يكون ضمن قائمة الخوض لخوض تربص شهر جوان المقبل، حتى مع متابعة يعني فلاديمير له، ويرجع ذلك إلى رغبة اللاعب في المشاركة مع المنتخب الفرنسي في منافسات الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس صيف 2024. إلى شارك خاطش على حتى وين رايا الشرقي وين ينتظر باش يلعب أولمبياد، ما لحقهم باش يلعبوا أولمبياد. وكانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد تواصلت سابقا مع أوليز، لكنه اعتذر لعدم يعني حسمه هوية المنتخب الوطني الذي سيمثله مستقبلا. ويعد أوليز موهبة كروية مميزة، حيث تتنافس أربع منتخبات على ضمه إلى صفوفها، بما أنه فرنسي مولود من أب نيجيري وأم جزائرية وحامل جنسية إنجليزية أيضا. ويأمل الكثيرون أن يتمكن المدرب فلاديمير بالتعاون مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم برئاسة السيد وليد صادي من إقناع مايكل أوليز باللعب للمنتخب الوطني الجزائري بعد نهاية أولمبياد باريس 2024. أنا قلت لكم غادي بلاك يكون في سبتمبر ولا بغا يجي معنا جوان مليحة كاع. وأكد يعني المصدر أن صاحب 22 عام أوليز لن يكون حاضر في مواجهتين مقبلتين للمنتخب الوطني الجزائري أمام غينيا وأوغندا، اللتان ستقامان في شهر جوان المقبل ضمن تصفيات كأس العالم 2026. ويعد تأجيل كسوكو كاليفينا للأولمبياد، كنا غادي نعرضوا عليه، عنده 22 عام، كنا غادي هو شرقي رايان شرقي كنا غادي نقول لهم يا ودي غادي كي تجي غادي تلعب الأولمبياد، غادي تلعب معايا، عندي دو ماتش مع الأكابر وعندك أولمبياد من وراها، غادي تدخل في تحضيرات مع الأولمبياد. شو كيفاش كنجي مليح حنايا، راحوا جابوا اللعابة تاع الأولمبي، باش تعقلوا عليها، راحوا جابوا اللعابة تاع الأولمبي جابوهم يعني مكاش، وجابوا أونترينر تابع الوكالة تاع قطر، جابوا اللعابة اللي كانوا هذوك اللي ما عندوش كاع منتخب، ما عندوش كاع أندية، كانوا يجيبوهم فافرا دار، قال لك أنا نجيبو، وعطاوهم لهذاك اللي عنده وكالة في باري، وكالة تاع لي ماناجير، روحوا شوفوهم مع من كانوا يلعبوا، يعني في الأقسام الدنيا في أوروبا، في اليونان، في التشاد، في الأخرى، ولاو يجيبوهم وداروا لهم لي ستاتي. أنا نقول لكم ما كانش تهمهم الجزائر، يعني بمعاونة ناس اللي كانوا نتوما تشوفوهم باللي كانوا يخدموا الجزائر، ما كانوش يخدموا الجزائر، كانوا يخدموا مصالح تاعهم. ويعد تأجيل انضمام مايكل أوليز المنتخب الجزائري إلى ما بعد أولمبياد باريس الأمر يعني مخيب، لأن كان يبقى الأمل قائم في إقناعه بتمثيل الخوض في المستقبل. هذه هي إن شاء الله بربي يكون معنا، غادي يكون معنا إن شاء الله. هذه هي لعاب يعني كبير هذا، أيا اللي بغا ولي ما بغاش، رانا قلنا لكم الحمد لله يا ربي، لعاب المستوى هو كانت الناس جاتك تايا هاديك. سيتخدم خويا، قلنا سيتخدم أصاحبي. أو ما عجبنا سهلة ولا ما هي سهلة صاحبي، ما هي سهلة، وإن شاء الله نكونوا في الأمام، نكونوا في الواجهة إن شاء الله، منتخب وطني.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد ويمشي.